إذن بداية مع تحذير الخارجية الأمريكية من خطر داعش في سوريا وتأكيدها على شراكتها مع قسد، لنتابع. ما حدث في أفغانستان لا يمكن أن يحدث في سوريا، هكذا عبرت الخارجية الأمريكية في جديد التزامها بمساندة قوات سوريا الديمقراطية في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرقي سوريا. صحيفة الشرق الأوسط قالت إن مصدراً مسؤولاً في الخارجية الأمريكية أكد أن النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود تحدث مع الشركاء في قوات سوريا الديمقراطية في 29 من آب أغسطس الفائت عن التزام بلاده بالحملة المستمرة ضد تنظيم داعش الإرهابي ومسببات عدم الاستقرار في المنطقة، إضافة لمناقشة التصعيد العسكري في شمالي سوريا. وبحسب الصحيفة فقد أكد المصدر أن قسد ستظل شريكاً عسكرياً مقتدراً وملتزماً للولايات المتحدة، حيث نفذت قسد عشرات العمليات النوعية ضد خلايا داعش، وتمكن مقاتلوها من إلقاء القبض على الكثير من قيادات التنظيم بمساندة طيران التحالف. وأضاف المصدر للصحيفة أن القوات الأمريكية موجودة في سوريا للمساعدة في ضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم الإرهابي، حيث أنه لا يزال يشكل تهديداً خطيراً ويستفيد من حالة عدم الاستقرار ويتوعد بشن هجمات في الخارج. وفي سياق ذلك قالت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة سينم محمد أن التصريحات الأمريكية تؤكد أن التهديدات القادمة من سوريا والمنطقة بشأن التنظيمات الإرهابية وكذلك إيران أصبحت أكثر من ذي قبل، مشيرة أن التطمينات الأمريكية تؤكد أن سيناريو أفغانستان لن يتكرر في سوريا وأنها تعمل لدعم قسد والإدارة الذاتية العاملة بشمال وشرقي سوريا. ونناقش هذا الموضوع مباشرة من واشنطن مع السيد بشار جرار كاتب ومحلل سياسي. أهلا بك سيد بشار في برنامج حديث اليوم. يعني السؤال يطرح نفسه، كيف يصنف خطر داعش اليوم؟ وهذا الخطر سيدتي ليس بالجديد على الولايات المتحدة التي تعاملت مع تنظيمات عديدة منشأها ومرجعياتها الفكرية واحدة. الآن تسمى داعش النسخة الأكثر خطورة هي داعش خراسان، فيما جرى من صور وتفاصيل ما زالت تتجلى عن كارثة الانسحاب من أفغانستان. هذا درس أعتقد وتذكير مما دفع الكثير من المسؤولين الأمريكيين وبخاصة العسكريين والدبلوماسيين للتأكيد للشركاء بأنه لن يتكرر الموقف الذي جرى في أفغانستان، لأن ثمة فوارق كبيرة. أفغانستان غير سوريا وغير شمال شرق سوريا، الجيش الأفغاني الوطني مختلف كليا عن قسد، القيادة السياسية لقسد أيضا مختلفة عن القيادة السياسية في أفغانستان التي أخلت الساحة وسط اتهامات متبادلة من تخلى عن من. فيما يعنينا الآن أنه حتى خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل قليل أمام الأمم المتحدة، جمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المعركة التي يمكن كسبها دبلوماسيا دائما سيكون خيار استخدام القوة هو الخيار الأخير، ولكن عندما ذكر مسألة محاربة الإرهاب أكد مواصلة بلاده هذه الحرب على مختلف الساحات وقد عدد العديد منها. وأعتقد أن الشرق الأوسط ما زال في صميم اهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت قد تراجعت الأولويات في ضوء الخطر الصيني المتنامي. أما سوريا تحديداً وشمال شرق سوريا فالالتزام هو أكبر من خلافات بين الجمهورية والديمقراطيين على مسألة تتعلق في السياسة الخارجية، لأنها في صميم الحرب على الإرهاب. نعم طيب، يعني سيد بشار مرارا وتكرارا تحاول اليوم الولايات المتحدة أن تفهم العالم بأنه أفغانستان ليست سوريا، ما حدث في أفغانستان لن يحدث في سوريا. ما المميز اليوم في سوريا؟ لماذا؟ للاف أنا كتبت مقالة ونشرت في الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية لقوات، لا أقول لقوات سوريا الديمقراطية وإنما للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، تناولت فيها الجوانب العسكرية والسياسية.
وفي عجالة أستطيع أن أوجز ذلك بما يلي. عندما يكون الوضع متعلق بشريك أثبت أنه الأكثر موثوقية في التعامل مع الإرهاب وأثبت الشق السياسي فيه أنه قادر على تحقيق انفراجات دبلوماسية عندما تتاح الفرصة لذلك، وعندما يكون التأكيد بأن سوريا لن يقبل أن يتم تقسيمها ولا أن تصبح الساحة للقوات الإرهابية متعددة الجنسيات وليس فقط داعش، دائما كان الحليف في شمال شرق سوريا هو الأكثر موثوقية. ها هي شهادات تصدر ليس فقط عن السياسيين من قادة الحزبين في الكونغرس، وإنما من الجيش الأمريكي، من المؤسسة العسكرية، من المؤسسة الأمنية، تؤكد مرارا أن المقاتل في شمال شرق سوريا أثبت أنه جدير بأن يكون دائما حليفا، وهذه الشراكة لا تنتهي في معركة، لأن هذه جولات وصولات من المعركة ضد الإرهاب، وهي في المحصلة لا تنتهي إلا بتسويات سياسية. ومن هنا لا قبل للمقارنة بين أفغانستان وسوريا، لأن فيما يتعلق في موضوع سوريا هذا ملف مرتبط في إيران، في موضوع الملف النووي الإيراني وسياسات إيران العدوانية في الشرق الأوسط، إضافة إلى مستقبل السلام مع إسرائيل في إطار اتفاقات إبراهيم. فالمسألة مترابطة مع العديد من الملفات، وحجر الزاوية فيها ما زال هو سوريا، وخاصة هذه البؤرة التي كانت تسمم الأجواء سواء كان عن طريق الإرهاب أو القمع أو الفساد. أعتقد الإدارة المدنية الذاتية أثبتت من الناحية العملية أنها جديرة بأن تتحول إلى فرصة لنشر هذه القيم الإيجابية على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط في سوريا. يعني بتقديرك اليوم ما أهمية دعم قسد، دعم واشنطن لقسد في الحرب ضد الإرهاب؟ هو الأهمية مرة أخرى، السياسة لا يوجد لا قيم يعني أفلاطونية ولا علاقات مبنية على أي نوع من الجانب الشخصي، هي علاقة مصلحية ولا عيب في ذلك. طالما أن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بواجب، تقوم بمهام لا غنى عنها، هي تبقى مهمة لكل الأطراف المعنية. وقد يختلف سياسيا مثلا الموقف في دمشق أو الموقف بحلفاء تاريخيين لسوريا مع الإدارة الذاتية أو مع قوات سوريا الديمقراطية، ولكن في الجوهر الكل يعلم أن هذه القوات ساهمت في دحر الإرهاب، وأن هذه القوات حافظت عملياً على وحدة سوريا وليس تقسيمها كما يشاع، وأن الأمل والفرص في تحقيق تسوية سياسية تعيد سوريا إلى وحدتها الحقيقية وتطرد كافة القوات الأجنبية عن أراضيها، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التفاهم ما بين دمشق والإدارة الذاتية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الروسي أو عن طريق الأمريكي. أعود لنقطة دعم قسد، ولكن دعني أعود لنقطة داعش. اليوم إلى ماذا يسعى هذا التنظيم، وبرأيك أين أخطأ العالم يعني بحربه ضد داعش؟ يا سيدتي، أخطأ العالم منذ معني أنا جمهوري، أخطأ عندما استقبل الرئيس الراحل رونالد ريغان المقاتلين الأفغان وسماهم المجاهدين، وتم الترويج إلى أنه هناك مقاتل يستند إلى أيديولوجيات معينة ومعلوم شو ما هو مصدرها، وأنه يستخدمها لمرحلة ما للقضاء ولضرب عدو أكبر. هذه العقلية أثبتت فشلها على المدى البعيد. إن لم يكن هناك عقيدة أيديولوجية تعلي من قيم السلام، تعلي من قيم الديمقراطية، حقوق الإنسان، التعددية، فهذه شراكة مصيرها الانهيار. من هنا هناك مصداقية، وأقول موثوقية أيضا، للتعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، لأنه الجانب الأيديولوجي، السلوك الحضاري للإدارة بشكل العسكري والسياسي يظهر أنه قادر على دحر النموذج الإرهابي الذي أحيانا يسمونه داعش، أحيانا النصرة، بوكو حرام، طالبان باكستان، طالبان أفغانستان، داعش خراسان، داعش سوريا، كلها تسميات. التعامل مع الوجه الحقيقي للإرهاب واحد، والتعامل الحقيقي معها أنك لا تهادن الإرهاب وتدحضه، ليس فقط تسحق عسكريا وأمنيا، وإنما تدحض المنطلقات الفكرية التي تقوم فيها
هذه الأكذوبة الكبرى المسمى محاولة تطبيق وفرض مفهوم معين لدين معين على الناس كافة. طيب سأعود لنقطة دعم قسد. اليوم هناك متغيرات كثيرة تحدث دوليا، هناك أطراف إقليمية ودولية تحاول الاستفادة من هذه المتغيرات لتحقيق مصالح لها في سوريا. اليوم في هذه المرحلة ما المطلوب من قسد؟ أعتقد يعني الإجابة الدبلوماسية الممكنة في هذا السياق هو أن تبقي على أهميتها. في اللغة الإنجليزية هناك مصطلح relevance، عندما يكون الإنسان له قيمة، له دور عند الآخر تبرز الأهمية وتتضح بشكل جلي أكثر. أهمية داعش ودورها التخريبي الذي أحدثته في سوريا والعراق ثبت أنه لم يكن مشروعا محصورا في سوريا ولا في العراق، لأن هذه العدوى الإرهابية انتقلت إلى ليبيا، والآن يتم كنس هذا الإرهاب عبر التركي ومن خلال البوابة التركية إلى أفغانستان. الباصات الخضراء، مقاعد الخضراء تحولت إلى طائرات خضراء الآن عابرة حتى في خطوط مدنية أخرى غير التركية، دون ذكر التفاصيل أكثر من ذلك. الآن الوجهة هي أفغانستان. أهمية قسد ومسد أن تثبت للعدو وللصديق، للجار القريب والبعيد، أنها تمثل مشروعا حضريا، وليس فقط مهمة عسكرية تتعلق بدحر تنظيم بعينه هو داعش. المشكلة أكبر من ذلك وأقدم من ذلك. فالوجود والدلالة والأهمية مرتبطة بكيف تتعامل القيادة السياسية لقسد، بمعنى الجانب المدني في الإدارة المدنية، كيف تتعامل مع هذه الفرص. هناك متغيرات حدثت، ولا يمكن أن تتعامل مع هذه المتغيرات إلا بأن تثبت أنك موجود الآن كما كنت سابقا، وستكون موجودا وحاضرا بقوة في المستقبل. كيف يتم ذلك مرة أخرى؟ لم يكن أبدا يوما من الأيام العملية العسكرية هي المبتغى، الهدف دائما سياسي، وأعتقد الآن الفرصة مواتية لذلك. نعم، سأكتفي بهذا القدر. جزيل الشكر لك على المشاركة وكل ما تفضلت به من واشنطن، الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. مشاهدينا المزيد من النقاشات بعد الفاصل.